أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم الملك الذي صدرت اللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري دخل حيز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام. خلونا يعني نناقش هذا الملف ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية قد دخل حيز التطبيق العملي، موضحة أن النظام مر بمراحل من الدراسات القانونية بمشاركة الخبراء والمهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة المستفاد من مخرجاتها في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، حيث تضمنت موائد اللائحة التنفيذية عدد من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال. كما نصت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرض لها الطفل بدون رضاه، إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود، أو تلقت جهة الحماية طلبا رسميا فيتم تزويدهم بالمعلومات على أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها، ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك. شكرا للزملاء على التقرير. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو مدير دار الحماية في الرياض سابقا الدكتورة موضي الزهراني، اهلا وسهلا بك. اهلا بك، شكرا لحضورك. وايضا يسرني ان يكون معي الاخصائية في برنامج الامان الاسري الوطني الاستاذة نهى البصراوي، اهلا وسهلا بك. اهلا بك، شكرا لحضورك معنا. ابدا معك دكتورة موضي بحكم يعني الخبرة وبحكم انك انت مشاركة في اعداد اللائحة. نعم. ايش اللي ممكن يضيف اللائحة الجديدة، ايش ممكن تضيف؟ هل هي فكرة سد ثغرات كانت في النظام الذي قبل؟ هل هو تحديث فقط؟ هل هو محاكاة ل يعني لائحة عالمية أو برنامج عالمي في هذا الجانب؟ يعني نظام حماية الطفل هو أكثر شمولية ودقة من نظام الحماية من الإيذاء فيما يخص الطفل. وفي نفس الوقت إذا استعرضنا مواد النظام نجد أن الترجمة فعليا لاتفاقية حقوق الطفل اللي وقعت عليها المملكة. وفيها أكثر مواد تتناول يعني كيفية توفير البيئة الآمنة للطفل، يعني تناولت الجوانب غير الأسرية، هذه أهم شيء اللي تناولها نظام الحماية من الإيذاء، تناول البيئة التعليمية، البيئة الصحية، كذلك يعني دور الجهات الأخرى في حماية الطفل وضحتها، سواء مثلا الجهات الإعلامية، الجهات الأمنية، الجهات الصحية. نجد أن في مواده 25 هذه تناولت يعني الطفل حتى وهو جنين في بطن أمه. نعم. يعني فيها دقة وشمولية أكثر من النظام السابق يعني. نعم. طيب أستاذ نهى، كيف تشوفين أنت هذه اللائحة؟ إيش ممكن تقدم تضيف؟ يعني أنا دائما لما أقول إنه حاكي عالميا، أن حاكي تجربة مثل في الولايات المتحدة أو في بريطانيا، بس دائما أحيانا في عائق إنه أحيانا تتداخل الأفكار التربوية مع الأسس الدينية أو ثوابت اجتماعية معينة. في هذا الجانب كيف ممكن الواحد يتغلب عليه؟ وإيش ممكن تقدم هذه اللائحة الجديدة؟ طبعا زي ما ذكرت الدكتورة موضي أنه المملكة أصلا صادقت على نظام حقوق الطفل الدولي عام 1996 وبدأنا إحنا نشتغل عليه. يعني في برنامج الأمان الأسري الوطني أصلا قبل صدور النظام إحنا بادين نشتغل على النظام الدولي، ولكن المملكة صادقت على جميع الحقوق إلا توافق الشريعة الإسلامية، فما في أي حق من الحقوق وافقت عليه المملكة يخالف الشريعة الإسلامية. ونظام حقوق الطفل يعني تقريبا زي ما هو سعود النظام الدولي، بحيث انه صار خاص اكثر بالاطفال في المملكه العربيه السعوديه. فاحنا في برنامج الامان الاسري الوطني الان لا نتعامل مباشره مع الحالات. طبعا نحيلها غالبا لوزاره الشؤون الاجتماعيه، وهم بدورهم يقوموا بالتنفيذ، لكن عندنا خط مساند الطفل هو المنصة للاستماع للطفل، وطبعا احنا بنطبق يعني انتم استقبال مثلا شكاوى او عمل شيء توعوي والتنفيذ عندكم انتم. ايوه
طيب أنا بس لما أسأل اليوم لما نتكلم عن أنه في شيء عالمي كله وافقت على السعودية حرية قرار الطفل، يعني مثلا في بريطانيا في سعوديين يعانون من مع أولادهم ما يقدر يسوي شيء نهائي، حرية القرار في الدراسة في عدم الإجبار على، هل عندنا نفس الشيء؟ يعني أنتم ممكن تستقبلون شكاوى أنه في الشكاوى يعني طفل على أب في ليست في مسائل عنف، في مسائل فكر مثلا هو يبغى شيء وابوه يبغى شيء. يعني في البداية يعني مثلا أنا لو أتكلم عن مسيرتنا، يعني مثلا مرحلة الحماية من الإيذاء، نظام الحماية من الإيذاء أصلا ما كان فيه وعي بالشكل اللي إحنا كنا نتوقعه، يعني من ناحية المطالبة بالحقوق على المستوى الكبار. نعم. طبعا قطعنا شوط الحمد لله كبير، حتى ما كان فيه وعي على المستوى المطالبة بالحقوق من الجهات الأخرى مثل الجهات الأمنية والقضائية. نعم. قطعنا الحمد لله شوط كبير. لاحظنا في السنوات الأخيرة أن في كثير حتى أطفال ممكن يبلغون، يعني مثلا أنقطع عن التعليم مثلا من ناحية تعرض إلى سوء معاملة كذلك، يعني ولاحظنا هذا الشيء من خلال استقبال بعض البلاغات عن طريق 1919 عن طريق خط مساندة الطفل يتحول لنا، صار فيه وعي بالمطالبة بحقوق. لكن من ناحية مستوى الأطفال أعتقد أن بصدور النظام هذا بيصير مستوى أعلى، يعني المطالبة أو أن مثلا أنه يكون عنده جرأة أنه يشتكي أو أنه يقول أنا مقصرين بحقي أو أني أنا منقطع عن التعليم. ويمكن بالتوعي يكون الجرأة، ولكن السؤال اليوم لو اشتكى واحد يعني انقطع عن الدراسة ومنعها أبوه أو بنت منعها، أنتوا إيش الدور؟ هل راح توصلوا مع جهات معنية تنفيذية أنه هذا يجبر ويعود لدراسته؟ طبعاً صارت معكم؟ هذا طبعا هذا صار معنا من ناحية نظام الحماية من الإيذاء. على فكرة يعني إحنا اشتغلنا على كثير جزئية كبيرة من نظام حماية الطفل من خلال صلاحياتنا في نظام الحماية من الإيذاء، يعني كثير حتى على مستوى سواء طفل أو أكبر، يعني تحت سن 18 أو فوق 18، أن لما يمنع من التعليم أو يحجب عنه أوراق الثبوتية أو يمنع من أشياء مهمة، تجينا مثلا شكوى مستشفى أو من مدرسة أو مثلا من الجيران أو من أحد الأقارب، إحنا نتدخل يكون باتصال مبدئيا نفسه هو الأب أو ولي الأمر. في حالة عدم تجاوبه نلجأ للجهات الأمنية، في حالة عدم تجاوبه حتى مع الجهات الأمنية هم يتخذون إجراءاتهم بوقف خدماته باستدعائه بإعطاء فرصة. بعد كذا إحنا نشوف من البيئة الأصلح سواء الأم أو أحد من أفراد الأسرة نرفع للقاضي، وهكذا يعني هذه السلسلة من خلال نظام الحماية. إذا نهب فيه يعني أبرز الصعوبات اللي تواجهكم أنتم في ترسيخ هذا المفهوم، موضوع الأمان الأسري، الحماية من الإيذاء بالنسبة للمجتمع. يعني طبعا هي ظاهرة العنف الأسري يعني ظاهرة جديدة بالنسبة للمجتمع السعودي، فطبعا في شوية صعوبات بالنسبة للمجتمع إنهم يستوعبوا إيش نقصد إحنا بالعنف، إيش نقصد بالعنف الأسري، لأنه زي ما تكلمنا قبل إنه يعني الأهالي زمان كانوا ممكن يستخدموا أسلوب الضرب كتربية، ولكن الآن الضرب حتى التأديبي أصبح يعتبر عنف. في أساليب أخرى ممكن إنه إحنا نعلم الأهالي إنهم يتعاملوا مع أطفالهم في مشاهدة غير. في مشاهدة الحين مثلا نشوفك نوع يقول أوكي عاشوا على ضرب بس كويسين، طلعت في أجيال كويسة طلعت، كيف ممكن تقنعوا؟ يعني نقنعوا إنه في نسبة كبيرة فيها مشاكل، يعني المشاكل اللي ظهرت المخدرات التدخين الإدمان الكحول ممكن يكون أسبابها عنف أسري. كان الطفل كما يقال إنه كان بيتربى بس هو كان بيعنف، وعشان كده طلع فيه مشاكل، يعني كبر الجيل على مشاكل انحراف وإجرام. فإحنا بنحاول قد ما نقدر إنه إحنا نقلل من هذا الشيء، وعشان كده إحنا بدورنا في برنامج الأمان الأسري بنشتغل على التوعية كثير، وهذا يطابق مادة من المواد في نظام حقوق الطفل. عندنا الآن برنامج جديد تثقيف الأم والطفل، إننا إحنا ندرب الأمهات كيف يتعاملوا مع أطفالهم ويربوهم ويعلموهم بطريقة غير ضرب تأديبي. بسألكم سؤال على طاري الضرب، سؤال شوي قريب من الموضوع، تعرضتي للعنف للضرب في شبابك؟ في لا الحمد لله، يعني ما بدي تقول يعني يمكن شيء خفيف اسلوب يعني تهديد بهدف يعني المصلحه. احنا لو نتكلم عن التربيه خلي بس عشان ما يصير بس اني مستقصدك انت كنت تعرضتي. انا الصراحه كنت شيطانه شويه تستاهلين يعني. لا هو فعلا دائم لما نتكلم عن هذا الموضوع
فعلا في ناس بعد الهواء واثناء الهواء يقولوا لي اخوي احنا انضربنا، وكان يروحوا يقولوا لي خذوا العظم مدري خذوا اللحم مدري ايش وطلعنا كويسين. هي الفكره، هل الجيل هو تغير يعني يبغى له طريقه معامله مختلفه، ولا فعلا انه طريقه الاولين ما كانت بهذا السوء؟ لا، انا من الحالات، انا 12 سنه انا كنت ماسكه الحمايه، من خلال يعني الحالات اللي يعني مرت علي احس ان الجيل هذا نتاج يعني تربية متوارثة. يعني لاحظ أن الأب يعني حتى يعذب بطريقة، يمكن على جيلنا أبائنا وأمهاتنا كان هدفهم تأديب هدف مصلحة، لا الآن تحس أن التهديب هدف حتى انتقام، في روح انتقامية، في عدوانية شديدة. كثير منهم عندهم اضطرابات نفسية، مرضى نفسيين أو تعاطوا شيء معين، لكن حتى وأنت تتناقش معه بمصلحة طفله يقول هذا أنا ولدي وأنا حر فيه وأنا مسؤول عنه. يعني تحس حتى نبرة الحوار، نبرة التفاعل مع الإرشاد معه غير يعني جدا غير مجدية. لكن أنا زي ما أقول هذول مثلا الأطفال الآن هم اللي تعرضون نتاج تربية متوارثة. إحنا أكثر صعوبة واجهتنا تطبيق نظام الحماية من الإيذاء إنه قاعد تحارب فكر مفاهيم اجتماعية خاطئة متوارثة، كنا حتى مرفوضين حتى من قبل رجال الأمن، من رجال القضاء، من المجتمع، إن هذا تدخل في خصوصيات، هذه تربيتنا وإحنا تعودنا وإحنا ما صار فينا شيء مثل كذا. يعني أنا بسألكم سؤال مشترك قبل أن ننهي، هل يعني متفائلة باللائحة الجديدة؟ طبعاً طبعاً أكيد إن شاء الله، يعني بس هي حتحتاج توعية. حتحتاج توعية للمجتمع، وخصوصاً إحنا مع خط المساند الطفل وخط 19-19 في وزارة الشؤون الاجتماعية إن شاء الله بنتعاون مع بعض وبنستقبل مكالمات الأطفال، يعني حتى الأطفال يبدأوا كمان يتعلموا أنه هم يبلغوا بنفسهم. دكتورة، أنا بالنسبة لي نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة مرة أنها على تنفيذه، لكن أهم شيء تعاون الجهات الأخرى، يعني مهم جدا تعاون، لأنه نفكر أنه من كل أن وزارة الشؤون هي المسؤولة عن التنفيذ، لكن الشؤون هي جهة اجتماعية تقدم يعني إيش قدمت خدمة للطفل هذا، لكن إيش دور الأمن، إيش دور العدل، إيش دور التربية التعليم، إيش دور الصحة. هذا مهم جدا أنه يكون في حملات حتى توعية لفئات المجتمع، كثير مو بعارف ايش النظام هذا، مثل لو تعرض للتدخين وقيادات المركبات والمستندات الرسميه، الكثير مو فاهم ان هذا موجوده في النظام. يعني عموما احنا يعني معاكم في الدور التوعوي الاجتماعي لا توفرونا ابدا. شكرا الحقيقه دكتوره موضى الزهراني، شكرا استاذه نهى البصراوي على حضوركم معنا في هلا، وان شاء الله نشوفكم دائما، ويعني تنعكس ايجابا هذه اللائحه على المجتمع وعلى الطفل. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف اخر.